اذا الجزء الاخير اللي ضل هلا بدي اعمل الاوبتروتر تيست عشان اطلع R1 بلس R2 واكس 1 بلس اكس 2 ورح يطلع معي وقتها اكس ام. هلا عندي زد الاوبتروتر ايش بتساوي؟ اول شيء كماجنتيود عندي هون 25 مضبوط، بس ال 25 هاي ايش؟ لاين. اذا بتصير عندي هون 25 على جذر الثلاثة على بدنا الافرج تبع هذول اللي هم 28.1 27.6. الافرج تبع هذول الثلاثه بيطلع 27.9 هذول، فبتطلع زد معي قديش قيمتها؟ 0.517. لكن فيها لها كمان زد دكتور الزاويه مضبوط، هي بتساوي كوساين ماينس 1. ايش بدي احط فيها؟ 920 على عندي هلا هون 25 على جذر الثلاثة 27 هلا هاي لازم المفروض نقسمها على ثلاثة كمان عشان تصير بيرفكت. خلينا نتذكر تضرب او بضرب في جذر الثلاثة بصير تضرب 25 وال هلا يا اما بعمل 920 على 3 وبعدين باخذ فيز بفيز. الفيز كانت قديش كان عندي هون حسبناه؟ 27.9 او اني بخليها كلها 3 فيز 920 على وبكون عندي بعدين هون هاي بتصير 25 وهاي هون جذر الثلاثة 27. هل هدول متماثلين؟ خلينا نطلع نشوف هل هدول نفسهم؟ نفسهم. الثلاثة هاي بتنزل هون، ثلاثة على جذر الثلاثة شو بتعطيني؟ جذر الثلاثة هاي، فهدول رح يعطوني نفس الجواب، بس هون انا حسبتها 3 فيز وهون حسبتها سنجل فيز. شو سوينا؟ احنا هون بدنا نحسب الكوساين انفرس، بس المشكلة انا عندي انه هاي المعلومات هون 3 فيز مش سنجل فيز مظبوط؟ يعني هم بعطيني البي ان، البي ان بتكون للماتور لفيز واحد ولا ثلاثة فيز؟ هلا يا اما بشتغل سنجل فيز، اذا بدي اشتغل سنجل فيز شو بدي اعمل بهاي؟ بقسمها على ثلاثة مش هيك؟ فممكن اقسم هاي على ثلاثة، بس اذا قسمت هاي على ثلاثة شو لازم يكون هدول؟ في فيز واي فيز. لأنه هذا ستار الاي فيز بيساوي الاي لاين مش هيك؟ فبحط نفس الكرنت هون، بس الفولتج ايش لازم اعمل فيه؟ اقسم على ثلاثة بيطلع معي نفس الجواب من هون اللي بتطلع قديش الزاوية معي؟ 44.4 هي الزاوية. هلا إذا صار معي هذا الماجنتيود معروف والزاوية معروفة، ار شو بتساوي؟ اللي هي R1 زائد R2 مش هيك؟ اللي هي 0.51 اللي هي بتصير كوساين ثيتا مش هيك؟ مضبوط؟ كوساين ثيتا كوساين 40.4 مضروبة في قيمة زائد اللي هي 0.517 شو بتطلع؟ 0.39 مضبوط هيك؟ هلا صارت عندي R1 بلس R2 بس أنا ايش عندي؟ إذا شو بقدر أطلع؟ قديش تطلع R2؟ 0.15 تطلع 0.15 هاي طلعت معي. هلا في شغلة لازم ننتبهها بحساب إكس، إيش اللي بدنا ننتبه عليه بحساب إكس؟ طيب ماشي، خلينا اول شيء اطلع اكس 1 بلس اكس 2 المجرد او اكس 1 اكس 2 راح احطها انا هون ات 15 هرتز. ليش حطيت انا هون ات 15 هرتز؟ هي مقاسة على 15 هرتز. الامبيدنس تاثر بالفريكونسي، الرياكتنس تاثر بالفريكونسي، الريزيستنس طيب ليش ما عدلنا الريزيستنس؟ اذا عندي هون هلا ساين 40.4 مضروبة في قديش؟ في 0.517 شو بتساوي هاي؟ قديش تطلع؟ 0.335 تطلع 0.335 مش هيك؟ هاي بس هاي لازم اعدلها جي ماشي غير الجي عدل؟ اه هاي 15 لازم اقيسها على 60 شو لازم اعمل؟
مضروبها ب 60 على 15. هل الرياكتنس بتزيد مع الفريكونسي ولا بتنقص مع الفريكونسي؟ بتزيد. بتزيد. اذا انا قست على 15 وبدي اياها على 60 بضرب في 4 ولا بقسم على 4؟ بضرب بضرب ب 4 بدها تزيد مع الفريكونسي. اذا اكس 1 زائد اكس 2 على 60 هرتز بتساوي 60 على 15 في ايش؟ 0.335 اللي هي بتصير 1.334. هاي جاهزه صارت عندي هاي اكس 1 واكس 2. هلا الديزاين هذا اسمه نيما، نيما اللي هي مواصفات امريكيه للمحركات. نيما اي ديزاين اكس 1 بتساوي اكس 2، سالتني انت عن هذا السؤال، اكس 1 بتساوي اكس 2 بهذا الديزاين. اذا اذا اكس 1 بتساوي اكس 2 وانا عندي اكس 1 بلس اكس 2 شو بتكون اكس 1 اذا؟ اكس 1 بتساوي اكس 2 بتساوي 1.34 على 2 هي تطلع 0.67. شو بقى انا ارجع اطلع؟ صارت عندي اكس 1 واكس 2 جاهزين 0.67 اومز. ار 2 صارت عندي جاهزه، قديش طلعت ار 2 معنا؟ ار 2.151. ايش طلع الان؟ اكس ام. اكس ام شو بدها تساوي؟ اكس 1 زائد اكس ام معروفه واكس 1 معروفه، اذا شو صارت اكس ام؟ بتساوي 14.7 ماينس 0.67 هي بتطلع 14.03.